أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: يقوم البعض من الكتاب بتمجيد علماء الرافضة فيقول مثلا قال سماحة الشيخ ويذكر اسم هذا الرافضي، ما حكم هذا الفعل؟ لا يجوز تمجيد علماء الضلال، لأن تمجيدهم رضا بما هم عليه وموافقة لهم على ما هم عليه، الواجب هجرهم والواجب بغضهم ومعاداتهم في الله عز وجل، فلا يجوز تمجيد علماء الضلال وعلماء البدعة، لأن هذا يروج من آرائهم وفيه موالاة لهم وفيه موافقة لهم ولو في الظاهر، فهذا أمر لا يجوز. نعم.